يشتغل بالغواطي يجيب 5000 6000 يعني جهانش ما عدا غيرهم بس مسوق. شلون دبر امور العيشه يوم الاطفال هواي يعني مدبرها. الله مدبرها يعني اهل الرحمه شو سوى اهل الرحمه رحمه بيهم. شلونك؟ زين. شلون الصحة؟ شو اسمك؟ موسى. موسى؟ ايه. قايلي لك اسمك حلو، أنت كلش حلو؟ قايلي لك لو لا؟ ايه. والله؟ حبيبي موسى. شلونك؟ شو اسمك؟ بنين. هلا بنين. بنين هم حلوة. وكم أخوتك؟ ايه. وأنا تو؟ بس أيمونة. ها؟ خطار يمكم؟ ايه. على الراس. على الراس، خالتهم ما شاء الله. الله يحفظكم يا رب. الله يساعدك يمه. 100 ألف. شلونك؟ خلي هذا الماي يسمى شلونك؟ والله على الله. صحتك؟ صحته زين. عافيتي. الحمد لله وشكرا. طول بعمرك. رحم الله والدك. انا حتى ما اطول عليكم بالدنيا لين اعتقد بعد قلب يشتر عليكم. الله يعينكم. مجهز زهره يشتر عليكم. لين الله يعينكم يعني ما هو. والله رحمته ببنيتنا. الله يسلمك. شنو الحاله شرحي لي؟ الحاله هي كانت هناك في الغزاله اروح لها تحطم والله من التنفس ماكو وكل تاكل. وانا بعد تورطت وهذا الرجال خطيه قبله مدعوم. يعني بلاتين هسه بيه. طلبوا بالعائله. اي طلبوا عائله مليون انا ما عدي طلع هسه بعدها بيه والله. لا حول ولا قوة. اي وعالي يشتغل بالغواطي يجيب 5000 6000 يعني جهانش ما عدا غيرهم بس مسوق. شلون دبر امور العيشه يوم الاطفال هواي يعني مدبرها. الله يصلي على محمد. مدبرها يعني اهل الرحمه شو سوى اهل الرحمه رحمه بيهم والله حتى فراش ما عاد تفرش. واضح يوم احنا بعد يعني اي انتم هسه تشوفون وعالي وهاي حالتها بيها دوالي هم مريضه بيها دوالي برجليها تجي بيظلن بيها. الله يعينكم. وانا هاي والدتها ما عندي، هم معناتها انا اريد اجيب لها وما اقصر معها. انت يعني مشكوره؟ اي والله. والله. لانه بالنهايه انت هم من امها. اي ام. وذولا والله ما نايمه لي عليهم. وقاحتك ما نايمه لي. الله يعينك. والله ما نايمه لي عليهم. والحسين. الله يعينك. اي. هاي الناس رحمت بيها، ساعدت ابو قويعه. اي. سيد حسين. اي. يعني هلا متن وهو سيد حسين دفع الاكثر. الحمد لله. اي. من جت هنا هم لمت لها الناس وهاي والله يطلع عباس الربيعي. واحنا يعني مو جديده على العراقيين. يا بعد روح. يكفي انه احنا أيوة. بلد يعني جيد للتعايش سمي خير ومساعده الاخرين. صحيح والله. وبالتالي من رحت شفت عباس لقيته يعني مو لانه كاميرات ولا لانه برنامج لقيته شاب مؤدب دؤوب يحب يساعد الاخرين. يا حبيبي. وجانب حرقه امانه الله من يحكي عبالك ايوه متعين عبالك عبالك يعني انتم عائلتي متعين متعين علي بالنهايه احنا كنا عراقيين ولازم نتساعد اللي تردون ان شاء الله احنا حاضرين بيه بعد قلبي ومن خلال برنامج صوتكم هذه دعوه ايضا موجهه الى كل الناس يعني اللي ميسورين الحال ان شاء الله يستر اصحاب الشين الناس اللي يعني خلينا نقول تعمل بالدوله العراقيه هذه العائله اليوم تعالي مشكورين اللي خلينا نقول سووا لهم هذا البيت ولو هو ما كامل يعني بس بلوك وصاعد يعني لحد الان لا بي سقوف لا ارضياته كامله لا صحياته كامله وانتم يعني شفتوا الحاله والصوت والصوره نتمنى انه يعني تساعدوهم وقناه الفرات راح تكون موجوده وهواتفنا موجوده على مود تقدرون تتواصلون ويانا وتتبرعوا لهم ام العزيزه اي خي انا ما اريد ازعجك اكثر يا بعد قلبي باخذ هوايه لا يا خي على راسي فرحتك وفرحتك مش كبرها والله خذ ولي عمرك وحق الله وهذا الغروب شوف الله يطلع عباس الربيع اخذ للدكتور هذا بنه شال العلاج هو يعني الباص هو طبينا اعطينا الباص ما اخذوا فلوس انا 9 سنين صار لهذا ابن عمره 8 سنين والله 8 سنين ما شفت الراحه حاطه كيسه والقط غواطي القط الغواطي واصرف عليهم بس ملابس وهاي هو من دعم أيه. 6 أشهر اشرب ماي حار ثلاجه بحياتي ما صايره ببيتي متعين عليك والله وانام البق للصبح حاطه كرتونه وهفي اهفي واروح ابني ياكل تراب اي واحد ذولا كلهم اكلوا تراب عوفهم ممشي ينجبر ماكو فلوس ومراجعه طبيبه ماكو والله ماكو طبيب اجي الثبات تقول لي انت عارفك انت حالتك تعبانه والله ما تاخذ الكشفيه بس الصيدليه تاخذ العلاج
مراجعة واحدة 9 أشهر، هذا مراجعة واحدة، ذولا 5 بس مراجعة واحدة بال9 أشهر. الله يعينك يا أخوي. والله جاب لعباس الربيعي من لمت للناس وشرت له قطيعة، هو هسه عايش على المسواق، يجيب له المسواق من يخلص يجيب له مرة ثانية، ما عدة ثلاجة، الطماطة تخيس. أي. البوتيتا شوي تولد تعفط. والله العظيم ما بكذب عليك، ثلاجة المسواق. يا أخوي احنا شو تكذبين علي؟ احنا غير جايين نشوف احنا حاليا يمكم. إيه. هو يجيب له مسواق هسه من حطينا اللي جاء. والبق البق أبد هذا الصيف كله نحمل بق. حاطة كرتون. أنا هسه أختي العزيزي الله يعينك على اللي أنت. أيه. بس أطلب منك طلب واحد يعني باسم الإنسانية، لأنه بالنهاية هذول أطفالك، والله يعينك لأنه تطلعين تشتغلين. أيه. تقولين أنا أطلع. والله بالمزابل والله 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 بالمقالة. صدقيني يا أختي اللي دا تمرين بي يعني هو دا يصير قبالي بالصوت والصورة وبدماغي وأعرف. أيه. والله يعينك. أيوه. بالنهاية أنت مكافحة على مود أبنائك. بس جهد عليهم جهاد. بس شغلة واحدة أنا فرحت من قلت لي سجلتهم بالمدرسة. توني سجلتهم على من قام هو راح للحلة قبل جاب جنط وجاب بناطير والله ما عد شو لبسهم قدام الناس. رحت للمدير قال كل ورق هذا الدفاتر علي هسه هو يشتري ويحط أنا ما أقرأ وأكتب. أقول له مين ما صارت دفاتركم والله ونعم منه ونعم من كل الناس الخيرين إحنا. أيوه. هذه مرة ثانية أرجع وأقول هذه رسالة إلى كل الناس المعنية. لو عباس الربيع أنا طبب نار وحمي هناه بشتى من السعف أطبب وحميهم هناك. الله يعينك يا أخوي. هذه رسالة إلى كل الجهات المعنية، إلى كل الناس الخير أصحاب الخير. مثل ما تشوفون يعني القضية واضحة قدامكم بالصوت والصورة. عائلة يعني يا دوب مدبرة قوتها اليومي، أو مرات تتعشي أو مرات ما تتعشي. كم طفل عندك قلتين؟ 5. 5 أطفال في قناة الفرات وابها مفتوح. البيت بعد ما كان البيت اللي يحتاج يعني يحتاج لهواية، يحتاج لبوخ، يحتاج صحيات، يحتاج أرضية تشوفوها تراب. فإن شاء الله يعني أهل الخير هواية ويقدرون يساعدهم. إحنا بصفة قناة الفرات اللي نقدر عليه حتى ما نكون مبالغين يا يوم، باسم قناة الفرات راح نقدم لكم مبلغ مادي بسيط يقدر يكفيكم هذه الأيام. وإن شاء الله إحنا راح نتواصل وياكم دائما، وأي شيء تحتاجه راح نوفره. شكر موصول ايضا للاخ عباس ولا كل الناس الخير. انا اسف على ازعاجكم امي واعتذر بحجم الدنيا، وان شاء الله يا ربي ازوركم مره لأخ القاكم بافضل حال. الله يسلمك. هذا مبلغ مادي بسيط مقدم من قناه الفرات الفضائيه. انا وايا اشكر الحمد لله والشكر على كل حال. ان شاء الله راح نبقى نتواصل وياكم والخيرين ان شاء الله ما يقصرون يشاهدون هذه الحلقه. شكر موصول ايضا مره لأخ الى الاخ عباس الربيعي. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يوفقنا وإياكم خدمة للعراق وشعبه ولصالح العام. إلى ذلك الحين تقبلوا تحياتي أنا مصطفى داخل في أمان الله وحفظه. في أمان الله يمه.